كم لغة بتحكوا؟ واحدة؟ ثلاثة؟ سبعة؟ حطوا لنا بالتعليقات وفكروا معي. الذكاء الاصطناعي بيقدر يحكي كل لغات العالم؟ رح نطلع سوا على بعض الأرقام اللي هي بتمثل مشكلة لنماذج اللغات الكبيرة مثل GPT-3 وحالياً GPT-4. هي عبارة عن لائحة للنسبة المئوية يلي بتغطيها أكثر من 160 لغة حول العالم بصفحات الويب. وقبل ما نبلش نحكي بتفاصيل أكثر، خلينا نحكي بعض الشغلات الأساسية وكيف بتشتغل. يا ويلكم جميعا. كمان مرة أكيد سمعتوا عن تشات جي بي تي يلي فعليا هو ما أنه نموذج ذكاء اصطناعي بحد ذاته، بل تطبيق خلينا نقول بيعتمد على نموذج لغوي كبير، يعني نسخة من جي بي تي بلغة أصعب شوي، نسخة من محول توليدي مدرب مسبقا، أو أسهل شوي نسخة من نموذج ذكاء اصطناعي لغوي. من هلأ بالفيديو راح نسميه جي بي تي. وإحدى الأمور يلي هي النماذج قادرة عليها هو معالجة اللغة الطبيعية، مثل ما أنا وإنتم نعمل لما نسمع ونقرأ ونفهم الكلام ونجاوب بلغة طبيعية صحيحة من عالج اللغة. وهي المعالجة ممكن استخدامها بكل شيء، من خدمة الزبائن لإتمام النصوص يلي بنكتبها بشكل تلقائي. ممكن نشوف جي بي تي على إنه شخص ما تعلم شيء عن أي لغة غير من كم كتاب على الرف، طبعاً أكثر من هاي الكتب، إنجليزي، هولندي، عربي، مهما كانت اللغة، لكن من هي الكتب فقط. ومثل هالشخص هي النماذج اللغوية الكبيرة بتقرأ عدد ضخم من النصوص وبتحاول تتعلم منها وبتحاول تتأكد إذا عم تتعلم صح أو لا. بتقدر تتوقع كيف؟ مثلنا تماما، بتغطي جزء من النص وبتتوقع شو ممكن تكون تكمل، وبعدين بتشيل إيدها وبتشوف إذا صح التوقع أو لا. هيك عادة. وبعد ما تتعلم منيح بتصير تقدر هي النماذج تتعرف على المشاعر خلف النصوص، بس تتعرف عليها مو تحس فيها، وتلخص النصوص وتترجمها للغات تانية تعلمتها، وتجاوب على أسئلة وتعطي اقتراحات عن أي موضوع كمان. طبعاً هذا أمر رائع، لكن تطلب قراءة كتير نصوص. تصوروا إنه ممكن نطلب من تشات جي بي تي إنه يصيغ جملة نحن بنعطيها طريقة شكسبيرية، وبيقدر يعمل هيك لأنه قرأ حرفياً كل شيء لشكسبير. وهون بيجي دور اللائحة يلي شفناها أول الفيديو. تمام، هاي اللائحة هي من كومون كرو من 2008 أو 2013 فعلياً، لحد أول الشهر الماضي أبريل 2023. يلي بيعملوه هو تصفح مواقع الويب كلها، وبمرروا كل صفحة ويب بيتصفحوها لبرمجية بتحدد اللغة تبع هاي الصفحة وبصنفوها، وهيك منوصل لهي اللائحة يلي فيها كل لغة هن تصفحوها. ومباشرة منشوف هون إنه بكل مرة تصفحوا الويب بتكون اللغة الإنجليزية نسبتها أكثر من 40%، والعربية بين 0.55 و0.65. وبآخر تصنيف كانت نسبة تغطية اللغة الإنجليزية لصفحات الويب 46.18% من 1,440,028,177 صفحة، واللغة الألمانية مثلاً 4.97% من 133,628,300 صفحة، واللغة العربية 0.68% من 21,174,932 صفحة. بالنسبة للغة الألمانية فممكن ما تشوفوا إنه ما يقارب 5% كتير، بس هو فعلياً كتير كتير، لحوالي 130 مليون ناطق فيها، مقارنة باللغة العربية اللي ما تجاوزت 0.68% لحوالي 467 مليون ناطق. بالتالي جي بي تي اللي عم يتعلم من الكتب اللي عنده عرفوف عنده مشكلة بتنوع الكتب. إحدى الدراسات بتقول إنه مما يقارب 7000 لغة محكية حول العالم، 20 لغة فعلياً هي اللي بتلعب دور بأبحاث البرمجة اللغوية العصبية. وهي العشرين لغة هي اللي بتملك كم كبير من المصادر، والباقي ما بيملكوا هالكم العالي. ومع الأسف هيك لغات ما بتظهر كتير على الإنترنت، وبالتالي ما بتلعب دور ببيانات اللغة، وهيك بتصير ما مفهومة للذكاء الاصطناعي. تخيلوا رفوف الكتب اللي عند جي بي تي فيها كتب داني براون وشكسبير وكافكا وتولستوي ودوستويفسكي بلغاتها الإنجليزية والألمانية والروسية، لغات بكم كبير من المصادر، وكم كتاب مكتوبين بلغات أصلية قديمة ما لها كم كبير من المصادر. هيك جي بي تي ما رح يعرف كتير عن هاي اللغات القديمة، وممكن أصلاً يكون في لغة ما إلها ولا كتاب عرف عنده. وهون خلينا نحكي حول لغتنا العربية الفصحى. إذا بدنا نقيم أداء وجودة النماذج اللغوية الكبيرة بالعربية الفصحى مقارنة بلغات تانية، فمنشوف مثلاً إنه بالنسخة الثالثة من جي بي تي كانت نسبة الكلمات الإنجليزية هي أكثر من 92%، وبعدها الفرنسية يلي نسبتها حوالي 2%، ومننزل هيك للغة العربية يلي نسبتها ما يقارب 0.03% فقط. طبعاً لسه أعلى من اللغات ولهجات تانية كتير. ومع هيك منشوف إنه بيكتب اللغة العربية بشكل ممتاز وأداء جيد جداً، لأنه تدرب النموذج على بيانات عربية حتى لو كانت الموارد تبعها قليلة، الأداء عم يكون جيد حتى بهيك حالة. يعني إذا منخلي أشخاص يكتبوا جمل عربية قصيرة وجي بي تي كمان يكتب كم جملة وخلطناهم وجبنا ناس ما بتعرف شو عملنا وقلنا لهم توقعوا مين كتب هالجملة، شو برأيكم بتكون النتيجة؟
عملت هاي التجربة الصغيرة على الانستغرام والمتابعين صوتوا لكل جملة، مين كتبها، أنا أو الذكاء الاصطناعي؟ فعلياً النتيجة ممتازة بالنسبة لجي بي تي، لكن هون لسه في مشكلة، مو بالأداء، بالشفافية. شيء جميل نشوف مستقبل النموذج العربي بشكل خاص ويتدرب على اللغة العربية بشكل ممتاز من المصادر الكتيرة اللي عنا، يعني باللوائح اللي شفناها ببداية الفيديو الصفحات العربية بمواقع الويب كتيرة وممكن تشكل تقريباً أكثر من 70,000 كتاب، لكن يلي تدرب عليهم جي بي تي 3 هن حوالي 670 كتاب بس. فتخيل الشركات تبتعد مستقبلاً عن اللغات يلي مصادرها قليلة، وهون بتيجي مشكلة الشفافية. كمثال قديم عن هالشي ومختلف شوي، اشتكى سابقا موقع اخبار كتالونيا انه جوجل عم تخفض رؤية المصادر اللي مكتوبة باللغة الكتالونية بنتائج البحث، وهذا الشي سبب له مشكلة. حاليا جي بي تي 4 تدرب على كتير امور اضافية ولسه ما بنعرف عنها شي، ورح يكون شيء ممتاز مستقبلا انه نشوف النماذج متوسعة بشكل كبير لتشمل لغات ولهجات حتى لو كانت مصادرها قليلة كتير. رح نقدر نبني تقنية للغات كتيرة. الدخول بمجال الذكاء الاصطناعي بلغتنا هو شيء مهم جدا، لانه من يلي شفنا وحكينا مهما كان عدد المتحدثين باللغه كبير، في حال كانت بصمتها الرقميه صغيره في خوف من مواجهتها مشاكل بالمستقبل. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير، حطوا لنا رايكم بالتعليقات. سلامات.